والبو زي ما احنا شايفين ضربته بتجيب على مدى بعيد جدا، يعني زي ما انتوا شايفين بصوا المدى بتاعها عامل ازاي. انا معليها اخر حاجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وحال دايما ان شاء الله. ورجعنا تاني مع بعضينا في السلسلة الذي لا تنتهي في لعبة زوبة. النهاردة يا جماعة راجعين في شرح الشخصيات، والشخصية اللي هتكون معانا النهاردة هي شخصية تشيلي. وشخصية تشيلي يعني تعالوا بينا نخش جيم ونشوف وضعها ونقيمها. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا دلوقتي واعملوا لايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بنزله أول بأول. تعالوا نخش. تشيلي يا جماعة من الشخصيات الجميلة جدا، بس عيبها حاجة واحدة بس، ألا وهي إن بطيئة زيها زي دوك. فحاسس إن يعني مميزاتها جميلة من حتة إن السكيل بتاعها بيخليك إن أنت بتنزل بالظهر بتاع اللي هو الحتة اللي عاملة زي السلحفة اللي بتبقى قوية وناشفة، دي بتنزل على الشخصية نفسها بحيث ان هي بتصد الضربات اللي بتجيلك. هوريكم دلوقتي، ناخد بس الكوز ده. بصوا يا جماعة كده انا ضربت كده محدش بيعرف يضربها. بصوا اهو، بصوا نزلت ازاي كده. لو هتضرب عيب السكيل الضربة ما تأثرش فيها، فدي ميزة ان انت لو قعدت القعدة دي وحد قرب منك من الشخصيات بسهولة جدا هيقتلك، بسهولة جدا جدا هيقتلك. فطبعا زي ما احنا شايفين تشيل الاسلحة بتاعتها بتلعب بالسبير والبو والشوت جن، دول التلات اسلحة بتوعها. والبو زي ما احنا شايفين ضربته بتجيب على مدى بعيد جدا، يعني زي ما انتوا شايفين بصوا المدى بتاعها عامل ازاي. انا معليها اخر حاجة. والشوجن مسافته مش بعيدة، وضربة الزبير نفس الكلام مش بعيدة. انت ايه يا ابني؟ انت ايه يا حبيبي؟ مش عايز اقتلك، انت ليه في الخمسة؟ والسبير زي ما انتوا شايفين بصوا المدى بتاعها تحس ان هو مش كافي لان انت تقدر تجري ورا شخصية بيه مع سرعتها. فشايف ان تشيلي برضو زي ما قلتلكو ليها مميزات وليها عيوب. خلي بالكو كل شخصية في اللعبة ليها مميزات وليها عيوب، بس في حاجات عيوبها اكتر من مميزاتها وفي حاجات مميزاتها اكتر من عيوبها. فيمكن تشيلي بتكافئ الاتنين، يعني السبير قليل ماشي، هتيجي تلاحظ البو بص مسافته بعيدة جدا فدي معوضة. الشوتجن قريب مش بعيد ومش قريب ماشي، فالسكيل بتاعها بيعوض، هتلاقي حاجة بتعوض حاجة. فتشيلي تقييمي ليها، تقييمي لتشيلي يبقى 8/10. فده مش حلو
وبرضو مش وحش. تشيلي من الشخصيات اللي انا بحبها برضو يمكن اكتر من لاري واكتر من دوك. يعني الفترة الاخيرة لما قعدت العب بتشيلي اكتشفت ان هي شخصية قوية جدا، بس مش واخدة حقها من حتة البطء ومن حتة الاسبير. الحاجتين دول لو كانوا كويسين كانت هتفرق جدا حرفيا، يعني بمعنى الكلمة. فاحتمال والله اعلم، بس ما اعتقدش ان اللعبة بتعدل في الشخصيات فيما بعد يعني حتى، بس يمكن. مع السلامة، انا مش عايز اقتلك، انا مش عايز اقتلك يا حبيبتي. فيمكن فيما بعد شخصيتها تزبط، دي ما اعتقدش. فالحاجة الوحيدة اللي انا شايفها ان هي ممكن تحصل ان انت تتقبل الوضع زي ما هو عليه. فزي ما قلت لكم تشيلي شخصية جميلة مش وحشة، في نفس الوقت يعني عشان تحاول ان انت تقدر تلعب بيها تلعب بيها يا تيم يا الديس ماتش اللي هو السكواد 7 ضد 7، يا اما بيك تيم بحيث ان اللي حواليك يلحقوا ينقذوك، عشان لو نزلت سولو حرفيا هتتهان، مش هتعرف تلعب، مش هتعرف تجري. يعني عندك نيكس، عندك جيد، عندك فرانك ممكن يسحبك، عندك جاك برضه ممكن يجيبك، عندك فين، عندك دون، عندك ستيفي، شخصيات كتير، حتى منهم انا قلت جيد ومنهم كمان اللي ممكن يقدر يجيبك بوك ده، خلي بالك بالسكيل بتاعته ممكن يجيب تشيلي بسهولة. فزي ما قلت لكم تقييم لتشيلي انا اديها 8/10، وده حلو جدا عليها، ده انا كده مزودها. يعني في ناس ممكن تقيمها 7/10، في ناس ممكن تقيمها 6/10، بس على لعبنا وعلى امكانيات البسيطة وعلى لعب البسيط انا اديها 8/10، عشان شايف انها كويسة. وفيما بعد ان شاء الله لما نطورها هتشوف تشيلي دي وانا بلعب بيها عاملة ازاي. تشيلي عايزة تنشين، اللي بيعرف ينشن صح يعرف يلعب بتشيلي. وهنحاول ننهي الفيديو على كده عشان ما يكونش طويل. ما تنسوش زي ما قلت لكم مبدئيا انا متشكر على 100 سبسكرايب، الا وهي متشكر على 100 مشترك اللي نوروني وشرفوني في القناة بتاعتي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واقدر اقدم لكم حاجة كويسة في اللعبة تقدروا تستفيدوا منها، وسهل لكم الطرق اللي انتوا تقدروا تلعبوا بيها وتتعلموا بيها وتفهموا بيها اللعبة بطريقة بسيطة وسهلة ان شاء الله باذن الله. وما تنسوش لو في حد من اللي بيشاهدني دلوقتي لسه ما اشتركش في القناة اشترك دلوقتي، ما تستناش عشان تقدر تتعلم وتعرف كل جديد. لايك على الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد ممكن، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بنزله على القناة اول باول. وما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب، علي افضل الصلاة والسلام. وانتظروني في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even